كان معهم، لكن في لحظة معينة هكذا خرج ودار فيديو قال الحقائق. اسمعوا بعض ما يقول، ربما البعض منكم ما سمعهاش. السلام عليكم، معكم سجون الفواري سي بي ام اي في رقبة الموت. اليوم غادي نحكي لكم على نصر الجن. حدد الدقة المدعو بنصر الجن. نصر الجن كان يديكي دي سي بي ام اي بلي بريم. بلي بريم كانوا يدابزو باش يشكون اللي كيدي. كانت لا بريم 10 ملايين، 15 مليون، 20 مليون. تلاقي دي في سي بي ام اي، تلاقي دي في سي بي ام اي تدي 15، تلاقي دي برا ورا سي بي ام اي تدي 25 مليون. نصر الجن كان كيدي يضرب لي كومبريمي تاعه متارد عقلية. ونصر الجن كان حبيبي، كنت نبدا معاه. كان يسكن في درقانة جزائر العاصمة، وكان من عصي كان حبيبي، وصارت لي مشاكل معاه كبيرة، ولا صديق مقرب يعرفني، يعرف لي غاية الغاية، ولا نعرف غاية الغاية. كان في الليكيداسيون كيف السي بي ام اي يحسبوا شحال كاين، 15 20 واحد 25 واحد غادي ليكيدا. كان هو يقولوا ما انا ليكيدي 10 15 20. كان نصهم مدينين، وكان نصهم عسكريين باش يدي لافريم بزاف. وكان يدبز بزاف مع الناس، ويدبز بزاف مع المرحوم عثمان. كيفاش يليكيدو، شكون يليكيدي بزاف عليهم. ولافريم كانت تجي من طرطاق، من جينيرال طرطاق ديريكت من الفيلا. تحسب شكون ليليكيدا 10، قالت لي اخلص. وكان ناصر هذا جزء فقط، واكم سمعتوها منه. والحقيقة هذا راه مغيب تماما، يعني بعد ما دار هذا الفيديوهات وخرجوه. هو دار أكثر من هاك للأسف، اللي بعثهم له خرج زوج فقط، ما زال كاين فيديوهات أخرين لكنه ما حبش يخرجهم، لا أدري لماذا. سمعتوه قال كان يدابزو شكون اللي كيدي أكثر، وكان في سي بي ام اي الى اخره 15 مليون كمعدل، 10 15 20 لحسب الاوضاع. خارج السي بي ام اي، سي بي ام اي هذا اللي ما يعرفوش هو سونتر برينسيبال ميليتير دانفيستيغاسيون، يعني المركز الرئيسي العسكري للتحريات، العاصمه بن عكنون، بوزريعه وما جاورهما، هذا بن عكنون. يعتقلوا الناس، يعتقلوا ما يشاءون كيف ما يشاءون، كانوا هما الأرباب ويدوم السي بي ام اي. قليلين جدا اللي خرجوا أحياء ولبس عليهم. بعضهم خرج أحياء لكن فقد عقله أو فقد جزء من جسده، أو لكن الكثيرين عذبوا عذاب النكرة، وفي الأخير كثير منهم اغتصبوا نساء أو رجال، وفي الأخير قتلوا، وأحيانا يقتلونهم بشكل مريع بطيء. المحظوظ منهم كان يقتل بالرصاص أو بخنجر. كان يدي 15 مليون كمعدل، ويداوز كما قالك مع الوناس ومع عثمان، كلهم مجرمين هذون، معهم آخرين، معهم بولحية حسين بولحية، ومع مجموعة قائمة طويلة في الحقيقة، قائمة طويلة من كبار المجرمين. راهي نشرت في أيام مضت، لعلي نعود لها ونرجعوا لها ونجيبوا الأسماء تاع هؤلاء المجرمين باش نذكروهم، وتتذكر أولادهم اللي راح عندهم أولاد الآن وأصهار وكذا، يتذكروا أن هؤلاء مجرمين وليسوا جنرالات وليسوا عقداء كما تظنون. هؤلاء قتلة. علاش العصابة تاع النظام هذه، علاش راهي تنهار؟ علاش عندنا أكثر من 35 جنرال داخل السجن؟ لماذا؟ ولماذا عندنا مئات من الضباط؟ كوموندون ليتنون كورونيل، كولونيل، مئات.
وراهي تدخل مجموعة تخرج مجموعة إلى آخر. لماذا؟ انهارت، ما عادش حاجة اسمها المؤسسة العسكرية كما يحبون أن يرقمونها. عندنا 7 جنرالات على الأقل، 7 من كبار الجنرالات تاع المخابرات راهم في السجن، بعضهم جنيرو وبعضهم جنيرو ماجور، كاين عمداء وكاين ألوية، على الأقل 7. عندنا على الأقل 5 من قادة النواحي راهم في السجن، قادة النواحي كبار العسكريين. عندنا على الأقل 4 من قادة الدرك راهم في السجن، كبار جنرالات. عندنا على الأقل 7 من كبار الجنرالات للمصالح المركزية الرئيسية. عندنا الأمين العام لوزارة الدفاع راه في السجن. وقائمة أخرى. لماذا؟ لأن تحولت البلاد إلى دولة تاع لي فوايو، نظام تاع لي فوايو، وموش دي فوايو عاديين يستطيعون أن يتفاهموا هنا وهناك، لا لا، دي فوايو اللي يقدر على خوي يدخلوا الحبس ويفوتوا للسجون. كاين اللي راهم الآن في السجون عذبوا زملاء لهم، عقداء جنرالات، عذاب رهيب. ثم تبدلت الأيام، سقطوهم، جاءوا هذوك اللي عذبوهم، راحوا عذبوهم عذاب رهيب. تخيلوا لهذا الحد. عمليات انتقام ما صراش حتى ما بين عصابات الأحياء، اللي مرات الناس تستاء من هذو جماعة السيوفة ويقول لك كيفاش ويسبوا وعراية. كون تشوفوا العراية اللي راهم ماسكين الدولة، هذاك عراية وعنده سيف وعمره 18 ولا 20 ولا 25، مازال صغير، في الغالب ضحية مجتمع ودمار للأسر. ماذا عن العراية اللي عندهم طيران وعندهم دبابات وعندهم بوارج حربية وعندهم غواصات وعندهم جيش بري وبحري وجوي؟ ماذا عن هذه العراية؟ ماذا عن هذه العراية اللي عندهم كل نجوم الأرض سقطت على أكتافهم، وعندهم دولة وعندهم علم وعندهم وزراء ورئيس وسفراء وولاة وقضاة؟ ماذا عن هذه العراية؟ إنكم لا تعرفون، أو الكثير منا لا يعرف، حجم الدمار الذين يحدثونه داخل الدولة وداخل المجتمع وداخل البلاد، التي إذا استمر هذا الوضع فالمصير لا قدر الله هي أن تتهاوى هذه البلاد. ولذلك كثير من المرات أشعر بأن الناس وكأنها يعني هو داي الود ويقول محلا عومة، ناس وكأنها غير معنية، أو يكون معني أكثر بقضية ارتفاع سعر اللحم، أو قضية ارتفاع مانيش عارف سعر البنان، أو قضية، وهي أشياء طبيعية لأن الناس يجب أن تأكل. لكن كاين هناك أخطر بكثير من ذلك، كاين هناك إمكانيات وخطر انهيار الدولة ككل، واللي الحراك جاي باش ينقذ الدولة من أسر العصابات الحوثلات ويحولها إلى دولة في خدمة الشعب وليس لقهر الشعب. لأن الآن كيف يقهر الشعب؟ هؤلاء الذين حرقوا أحياء في أتول، ضواحي تمرست، بداية كان 34 والآن ارتفع العدد إلى 38 قتيل محروق، ولعل البعض منكم سمع صيحاتهم وصرخاتهم وهم يكتوون ويشتوون، يتم شويهم بهذه تلك النيران. ماذا تقوم البياري الإجرامية اللي في تمنراست؟ يقومون والشرطة اللي في تمنراست، وذاك نذكر الأسماء، ماذا يقومون الآن؟ راحوا نحوا في الكاميرات نتاع المحلات اللي صورت الحادثة، باش ما تصورهمش بأنهم كانوا يجروا وراء شاحنة صغيرة مليئة بالبنزين، وهذه الشاحنة صاحبها فقد تحت الخوف والهروب فقد تحكم فيها ودخل في الحافلة. بدل من أن يتم
إيقاف كل المسؤولين الأمنيين في تمن راست. ولماذا يحدث هذا؟ يتم الآن تخويف الناس، يتم الحديث مع التجار بالك تصرحوا وش كاين وش ما كانش، يتم نزع الكاميرات ويستمر العذاب. يستمر. راح نخلي الرسالة نتاع أحد الأفاضل من هناك اللي كتبها لي، إن شاء الله نخليها إلى نهاية اللايف. في اليوم الذي أعلن عن موت هيثم في تبسة تحت تعذيب البياري تاع تبسة، تم إعطاء ولأول مرة في 61 سنة من استقلال البلاد، استقلال الأرض التي حتى هي مش مكتملة، لأن الأجواء والبوارج والبواخر وراهي تاع الاستعمار راهي تدور برك باش يبقى هذا النظام باقي. في هذاك اليوم وكأنه تحدي للشعب الجزائري، يتم إعطاء أوسمة من أرفع الأوسمة لكبار المجرمين اللي هما على رأس الشرطة وعلى رأسهم هذا اللي يسموه فريد بن شيخ. أوسمة، جرادات، أموال، لأنهم يقهرون ويعذبون ويقمعون إلى درجة أن الناس كثيرين من الشباب يكتبوا لي يقولوا لي رانا في حالة جنون، لا نجد مال فنهرب من هذه البلاد ولا يتركوننا، تخرج عند الباب أحيانا يجوا يعتقلوك عند الباب ويرموا لك المخدرات. نعم كاين شباب يتاجر في المخدرات أكيد، لكن السؤال الرئيسي كيف تدخل المخدرات لبلد مغلوق كأنه كوريا الشمالية؟ كيف يدخل الحشيش والمانيش عارف بالأطنان وعشرات الأطنان والحدود مع المغرب مغلقة بالحفر، خنادق، أسلاك، كاميرات، عشرات الآلاف من الجنود، آلاف من عناصر الدرك والجمارك والبوليس، كيف؟ ومن أماكن أخرى ومن الموانئ ومن من كل جهة، كيف؟ لولا أن حاميها حرميها، ولولا أن المشرفين الكبار هم المجرمين الكبار، لولا أن المسعورين الكبار هم المجرمين الكبار. أو مقطع آخر لأخونا مدعو بن نصر اللي كيدي نقول لك حاجة في النهار اللي كيدي حتى 25 واحد 20 واحد 15 واحد، تقدر زوج دي كاتو مامرين دي فوا تقدر فيهم 12 نهار، دي فوا 10 10 دو دي كاتو بالعين باش تقدر تكيدي. وجد كان يقول لهم أنا الأول كان اللي كيدي بالشيبكة، ودي فوا العسكر اللي كيديهم بالمحشوشة باش ما يعرفوش الوش تاعه ولا يعرفو لي زونبران تاوعه ولا كوم كوادر بارتيرو ولا ولشن خطير، إنسان خطير. صار لي معاه مشاكل كبيرة تاني نعاودها وتصالحنا ولينا حباب كي الخوت. ومن بعد عندي واحد 3 سنين هكذا، 3 سنين ربع سنين دار كونتاكت معايا، قال لي روح للعاصمة نسقك وارواح وهكذا جنبي. بالمناسبة هو هنا يذكر كثير من العسكريين الذين نسب إلى الجماعات الإسلامية أنها قتلتهم، هو يقولها هنا وهذه كاين شهادات متعددة كثيرة في الحقيقة. يقول لك كانوا خاصة العسكريين بعد تعذيب رهيب يقدروا يقتلوهم بالمحشوشة، يتيريلوا على وجهه حتى وجهه ما يزيش يتعرف، وباش لما يقدموه لأهله يقولوا له هاهم الإسلاميين. نعم كاين ممن نسب إلى الجماعات الإسلامية اللي ارتكب جرائم لا شك في ذلك، لكن ذاك هو الاستثناء في الحقيقة. عندما تتكشف الصورة كاملة يتبين لنا أن ذاك كان هو الاستثناء، وأن القاعدة الرئيسية أن المخابرات الإرهابية وكبرانات فرنسا اللي أصبحوا جنرالات أشرفوا على عملية تدمير ممنهج للجزائر، واغتنموا قضية الإسلاميين والفيس والانتخابات وذهبوا إلى أقصى الحدود. والدليل أن شخصيات مثل أيت أحمد أو مثل طالب البراهيمي أو مثل مهري
كانوا أو حتى بطيء في الحقيقة. عندما بدأ يتبين حقيقة ما يجري كان الاغتيال على العلن. أما شخصيات اللي قبل هذه وشخصيات كثيرة قالوا أن المشكلة على الانتخابات لا يحل بانقلاب عسكري، ستفتحون الجحيم على البلاد. فتحوا ما بعد الجحيم، مش فقط الجحيم. وهاو يقول لك كانت تجي الأموال من الفيلا كاش من عند طرطاق، أعطوا له قائمة كل واحد شحال قتل باش يحاسبوه في المساء. رانا نتكلموا على التسعينات اللي الدراهم كانت عندها قيمة 20 مليون راس، 15 مليون و 25 مليون، هذه كانت عندها قيمة، يعني كما راه يدرك 60 مليون و 70 مليون أو أكثر، تخيلوا.